شخص لم ينفذ في حكم الإعدام، وتنفيذ حكم الإعدام يعود إلى وزارة العدل وليس إلى مجلس. أن الإعلام أحيانا ينقل بدون أن يرجع إلى المصدر، ولي عتاب سميه عتاب محبة. أبواب مجلس القضاء ومفتوحة، وقلوب مجلس القضاء مشرع. أتمنى على الأخوة بكل الأطياف في حالة وصول معلومة أن يرجعون إلى مجلس القضاء، وثقوا أن مجلس القضاء صادق بما يعطي المركز الإعلامي، وموجود القاضي الأستاذ عبد الستار بيرقدار. كان هناك توجيه حتى لو كانت سلبية على مجلس القضاء يجب أن تقال، يجب أن تقال. بس للأسف الشديد هناك معلومات قد أنا يعني ما أقدر أقول أنها مغرضة، لكن قد تكون نتيجة جهل، أما جهل بالأساليب أو جهل بالكذا. يعني تصلنا معلومات أن كذا مبلغ اختلس بالبناية مجلس القضاء، لا لا مبلغها اختفى. يعني هذه مسألة لا يمكن أن يصدقها شخص له أقل قدر من المعلومة. الموازنات توضع بها مبالغ لا تسلم إلى الوزارة أو إلى المجلس، وإنما توضع لحسابه في مصرف من المصارف، وإذا ما اقتضى الصرف يكون ذلك بموجب مستندات وبموجب وصولات وتدقيق، ولا يخرج دينار واحد من الموازنة إلا بعد أن يمر بأربع أو خمس فلترات. فاضطرينا أن ننطي معلومة هذا المبلغ موجود، ودور بموافقة اللي هو بالغ يمكن 23 مليار، دور من سنة 2008 إلى 2009 بموافقة وزير التخطيط مشكورا، والآن دور بحكم الآية، ولم يرى مجلس القضاء هذا المبلغ لأنه موجود لحساب إنشاء بناية مجلس القضاء. وعندما يوافق، وحضرتك ما دام من هذه أرجو أن تذكر السيد رئيس مكتب دولة رئيس الوزراء، هو وافق شفويا يوم حضوره مشكورا إلى الندوة، وافق شفويا أن باشر بالبناء في القطعة المجاورة، حفرت أساساتها وكملت. فإحنا كمجلس قضاء أو كقضاة لا نتخطى الأمور الرسمية، طلبنا من السيد مدير مكتب دولة رئيس الوزراء أن يؤيد القرار الشفوي بقرار تحريري باشر يا مجلس القضاء بالبناء، وأعطينا نسخة من هذا إلى السيدة وزيرة الإسكان والإعمار. نتمنى أن يردنا التأييد، والرجل إلى آخر خطوة قال باشروا، لكن نحن كقضاة نريد شيء موثق حتى نستطيع أن هذه ضربتها مثل. أرجو أن الإعلام يتأكد من المصادر حتى لا يقع في مطب. عندما قلنا هذا رددنا، باعتقادي يعني الذي كتب هذا الخبر سينظر إلى نفسه، وستنظر الصحيفة إلى نفسها، وربما تعيد النظر في الأخبار الأخرى. نريد أخبار حقيقية، أن نرجع إلى المصادر ونأخذها. هذه أرقام المحكومين ليس هناك هكذا أرقام. نحن كقضاء نريد أن نبقى خطا مستقلا لا يميل
إلى اليمين ولا يمين إلى اليسار، وإنما يلتزم بمخافة الله وتطبيق الدستور وتطبيق القانون، ونقول الحقيقة كما هي. ويمكن الأخوان اللي يحضرون في جلسة دعم سيادة القانون، وربما يعني السيد رئيس الإدعاء العام أحد حضورها، نحن نقول الحقيقة بحضور دولة رئيس الوزراء حتى ولو كانت مرة. الحقيقة المرة أفضل من المرض الذي يستشفى. هذا مبدأنا، وإن شاء الله نبقى كلنا مع كل زملائي صامدين على هذا المبدأ. شكرا جزيلا. نحن نجد في هذه القناة وفي غيرها هو فضاء من الحرية، يستطيع الإنسان أن يجد متنفس فيه ليعبر عن ما يريد. وأعتقد أن هذه القناة استطاعت أن تحافظ على توازن جيد، ليس منضويا تحت لواء الحكومة، وإنما منضويا إلى المصالح العامة والناس والمجتمع ككل. القضاء أخذ دوره في هذا، وحسم أعتقد أن السيد رئيس استئناف بغداد الرصافة قد أوضح ذلك في الجلسة، حسم قضايا وزارة المالية ووزارة الخارجية وقدموا للمحاكمة، وكذلك قضية مصرف الرافدين في الزوية، والآن القضايا الأخرى المتعلقة بتفجير مقر مجلس القضاء ووزارة العدل ومحافظة بغداد في طريقها أيضا إلى الحسم. القضاء جاهد في إنجازها.